والنص في الأصلي مصدر نص الشيء إذا نسبه ونص الحديث إلى أصله إلى أهله فإن السلامة في نصه، معناه في نسبته. والرفع فرفع الشيء يقال نصه إذا رفعه، ومنه قول امرئ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، إذا هي نصته أي رفعته ولا بمعطل. ونص بمعنى أسرع، ومنه النصيص الذي هو ضرب من ضروب السير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة نص فهي أسرع. والظاهر من الظهور لأنه لفظ يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فعرفنا الراجح وأخذنا به فهو ظاهر، والمجمل والمتشابه. هذا الخفي الدلالة ينقسم عند الجمهور إلى قسمين، إلى مجمل ومتشابه. وعند الحنفية ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى خفي ومشكل ومجمل ومتشابه. فعند الجمهور أن خفي الدلالة منه ما هو متشابه وهو ما استأثر الله بعلمه ولو كان ذلك يزول مع الوقت، ففواتح السور كلها من المتشابه. وما خفي في وقت من الأوقات، خفي الدلالة في وقت من الأوقات ثم زال عنه التشابه بعد ذلك يزول عنه التشابه، لكن كان متشابها في وقت النزول. قد ضربنا له مثلا فيما مضى بقوله الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وكذلك كل ما كان خفيا في وقت من الأوقات ثم زال عنه الخفاء، كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل به الشافعية على الإجماع، قال الإمام الشافعي هذه الآية تدل على أن الإجماع حجة، وقد كانت من المتشابه في العهد النبوي، لأن العهد النبوي ليس فيه إجماع،